طيب احنا دلوقتي هنعمل فيلي تشيز. طيب ساندوتش الفيلي تشيز عادة بيتعمل بلحمة شاورما، لحمة متقطعة شاورما أو لحمة ستيك، بتستوي الأول وبعدين بتتقطع شرايح، أوكي؟ في بعض المحلات بيعملوها باللحمة المفرومة زي الفيلي تشيز اللي بتنزل على البطاطس المحمرة. فإحنا هنعملها النهاردة باللحمة المفرومة، لكن أصلها والصح بتاعها والمتعارف عليه بتاعها بيتعمل باللحمة الستيك، قطعة ستيك، وبعدين بعد ما بتستوي بتتقطع، ده الصح، وبعدين تنزل مع بقية الحاجات زي ما إحنا هنعملهم. اللحمة المفرومة ليها أكتر من ميزة. أولا بترمي كميات أكبر كتير لو إحنا عندنا عيلة كبيرة أطفال كتير. رقم اتنين بتدي طعم حلو جدا. رقم ثلاثة بتستوي بسرعة قوي، فلو أنا مستعجلة بتاخد وقت قليل. لكن الأصل بتاع الوصفة بالستيك، فعشان معلش برضو نبقى واضحين. طيب يعني حتى الساندوتش اسمه ساندوتش فيلي تشيز ستيك، فالمفروض انها بتتعمل بالستيك عشان ما حدش بس يقول أميرة بتعك الدنيا. طيب اوكي، زيت زيتون، لحمة مفرومة او شريحة من الستيك، نص كوباية من الفلفل الاخضر المتقطع شرايح، بصل متقطع شرايح، معلقة كبيرة وسترشاير صوص، نص كوباية من المرقة، ممكن نستخدمهم ممكن لا، ممكن نحتاجهم كلهم، ممكن نحتاج اقل فهننزلهم واحدة واحدة. الصوص هيبقى عبارة عن معلقة كبيرة من الزبدة، معلقة كبيرة من الدقيق، كوباية لبن، كوباية جبنة شادر يفضل يكون لونها أحمر أو برتقاني يعني، وعندنا العيش، وعندنا كمان زبدة. تعالوا بس نقول بسم الله كده ونقول واحدة واحدة كده احنا هنعمل ايه. الفرن شغال، عندي صاج للفرن، السكينة مشرشرة، بسم الله هفتح العيش. هجيب طاسة صغيرة، هحط على النار وهشغلها وهحط زبدة. الطاسة التانية اللي انا هشتغل فيها الحشو برضو فاتحة عليها النار. جيب فرشة واخد من الزبدة وهأدهن بره وجوه العيش. دهننا بيها بره وجوه، رشة ملح من فوق كده، رشة فلفل اسود، على الفرن. الفرن شغال فوق وتحت، وهنركز مع بعض. استاذة عائشة انقذت الباي وهتنقذ العيش ان شاء الله. ركزوا معايا، دقيقتين بالظبط، يعني انا يا دوبك عايزه كده احمصه تحميصه بسيطه جدا جدا، وبعدين هاجي هنا على النار هحط زبده، وهنزل على الزبده دي اللحمه المفرومه يا زينه. احنا هنا بنسوي اللحمه، الناحيه التانية هعمل الصوص. الصوص ده اللي هو الصوص اللي احنا عملناه اكتر من مره مع بعض، اللي هو صوص الجبنه، اللي هو بينزل بقى على وش البيتزا يا استاذ شريف. الصوص اللي احنا هنعمله ده اللي بنحطه على وش البيتزا. شكرا يا استاذ شريف على مقادير البيتزا اللي على الشاشه، متشكره جدا. ادي يا جماعه الدقيق، ادي معلقتين قصدي الزبدة، ادي معلقتين الزبدة، عليهم معلقتين الدقيق، على اللحمة هحط وسترشاير صوص. حاضر هبص عليه حالا. مغذي، وجبة كاملة متكاملة. بصوا يا جماعة الزبدة هنا مع الدقيق اهو،
ربع تسويه للحمه، اقوم عامله ايه، اقوم جايبه الفلفل وجايبه البصل، وهحط بقى دلوقتي ملح وفلفل، ومش هكتر الملح قوي لان عندي صوص جبنه، وهسيبهم ياخدوا ويدوا مع بعض. يبقى اول حاجه زبده، بعد كده اللحمه المفرومه، نزل عليهم الويسترشاير صوص في نص مرحله السوى، بعد كده نزل عليهم الملح والفلفل، البصل والفلفل الرومي، وهسيبهم مع بعض. الناحيه الثانيه حطينا الزبده والدقيق، شوحناهم مع بعض كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. هقوم منزله عليهم كوبايه اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه الجبنه، ومش هنزل الشوربه دلوقتي لان ممكن ان انا ما احتاجهاش حسب القوام. بصوا بقى اهو، كوبايه لبن، كوبايه جبنه مبشوره، معلقتين زبده، معلقتين دقيق، اتشوحوا المعلقتين والمعلقتين الاول، استووا، نزلنا عليهم كوبايه من اللبن، وبعدين قلبناهم كويس، وبعدين نزلنا عليهم كوبايه من الجبنه اهو، اي جبنه صفراء بتسيح اهو. اوكي، ادي صوص الجبنه، يتحط على برجر، يتحط على فرايز، يتحط على بيتزا، يتحط على اللي انتوا عايزينه. اوكي،